انضمنا دلوقتي عبر الهاتف زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد حاليا في استاد مختار التتش، حيث مقام دلوقتي تدريب النادي الاهلي اللي ابتدى الساعه 4 عصرا. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيك، وطبعا عايز اعرف منك تفاصيل تدريب النهارده. النهارده كان تدريب الساعه 4، وامبارح كمان التدريب كان صباحا، فاللي عرفناه ان مارتين لاسارتي كان بيحاول ان هو يدي اللعيبه اكتر قدر من ساعات الراحه. يعني التدريب امبارح خلص قبل الصلاه، والنهارده الساعه 4 عصرا. بالظبط يا سيما، بتاكد على كلامك. بعضيه الوقت ومع التلاحم المباريات مفيش وقت طبعا على مباراه وادي دجله، فكان فرصه لالتقاط بعض الاهداف كده لعبت للنادي الاهلي ان شاء الله يكون الفتره القادمه فيها بعض الراحه، لان المباريات متراخصه في اكثر من مباراه او مباريات دجله اللي يمكن لسه في شهر 2 ما جاش شهر 1 مليء بالمباريات. ايضا النهارده في نظام في اتباع مستمر من مجلس اداره النادي الاهلي متمثله بالكابتن محمود الخطيب وحضوره الى مران اليوم، رساله مهمه جدا لكل اللاعبين، المسانده والدعم ويمكن مجلس الاداره بشكل كامل خلال الفتره الماضيه يقوم بشكل كبير في تعديل شكل الكامل لقطاع كره القدم وكل تفاصيل عديده. فالنهارده كانت رساله مهمه جدا للعيبه، وكان متواجد شيء زي ما انت عارف في مباراه تمسح مفصل لاستطاع النادي الاهلي اداء ونتيجه يعني يسعد كل جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد مثل اللي صار في وجود كابتن محمود الخطيب كانت محاضره فنيه مهمه جدا طالبهم بالاستمرار في الانجازات والانتصارات. تعادل الجمهور اللي شافها خلال الليل ساعه اللي فاضيه قال بتحملكم مسؤوليه كبيره جدا، النادي الاهلي لابد يكون في مكانه الطبيعي، ما تفكروش في اي منافس، ما تفكرش في اي فكره، فكر في فريق النادي الاهلي ان هو يصل الى المركز الاول في جميع النقاط في بطوله الدوري العام. مباشره انطلق طيران النادي الاهلي تمام الساعه 4، لكن من الواضح ان الجهاز الفني بيحاول ان هو يريح كل اللعيبه اللي هتشارك خلال الفتره القادمه بصفه مستمره. يعني مارسيل بنقول عن مسؤوليه وياسر ابراهيم وزين القضاي وحمدي فتحي ما شاركوش في التدريب الجماعي، مستر مارسيل بيحاول ان هو يريح القوام الاساسي. في بعض اللعيبه عائده من الاصابه، ودي حاجه مبشره بشكل كبير بعد سمير وصلاح جيرالدو وهشام محمد ورامي ربيعه وباسم علي، دول جاهزين طبيا لكن فنيا فقط لمستر مارك ان هو يكون لعيب مغادر في القائمه امثال سعد سمير اللي كان متواجد، جيرالدو بشكل كبير يكون متواجد في قائمه وادي دجله. لكن النهارده التدريب كان في راحه كبيره لكل اللعيبه اللي شاركت في مباراه مصر المقاطعه. على الجانب الاخر الفقره التدريبيه المعتاده لمستر مارك اللي بيحاول يحفظ بيها جمل تكتيكيه للاعبين، بيركز على التصويب بالباص بتاع امور كثيره جدا الراجل بيحاول يطبقها في الملعب بقت واضح بشكل كبير في مباراه مصر المقاطعه، من بعض الجمل وبعض الامور اللي بيقولها مستر مارتن اتطبقت بشكل كبير في الملعب، وبالتالي النادي الاهلي اداء ونتيجه كان ظاهر بشكل مهم. لكن برضه يمكن في بعض واضح ان احنا عندنا مشكله في الاتصال. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد حاليا في استاد مختار التتش، حيث تدريب النادي الاهلي المقام. طيب نطلع لفاصل.